أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل أذنب ثم تاب فقال لو رجعت إلى هذا الذنب فعلي مبلغ كذا، ثم رجع إلى ذلك الذنب ولا يستطيع دفع ذلك المبلغ، فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، لأنه ما قصد النذر إنما قصد منع نفسه، فيكون عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.